حملت ويندي رحالها وغادرت، وإلى التزلج در. هنا في الزعرور المشهد يعبر عن نفسه. الشمس احتضنت اللبنانيين كبارا وصغارا، منهم من فضل اللعب بالثلج الذي وصلت سماكته المترين، أما البعض الآخر فضل المخاطرة وخوض المغامرات من أعالي الجبال. بدل ما نطلع نتزلج فوق لأنه في كتير عجقة، عم نتزلج بجيبتنا هون. عم ننطر نهار حلو، نحن مثل هيدا نطلع بالأفراد بالتزلج بكل شيء، نهار حلو كتير، وبالجيبت عن الناس كلها عم تلعب. محبو وهواة التزلج من لبنانيين وسياح عرب وأجانب توافدوا بكثرة إلى المنصات للاستمتاع بهذا الرداء الأبيض وهذه الرياضة الشتوية التي حرموا منها العام الماضي. قد ما طول قد ما أحسن نستفيد منه. اللبناني على طول بحب يعيش، بحب يعيش أحلى حياة وبيستاهل أحلى حياة. فسحة أمل بيضة، يا ريت تنسحب على الوضع السياسي والأمني وعلى كل أوضاعنا. بتمنى أعمل سكي بس لأني سنت مش قادرة، عم بشتهي. وزارة الأشغال دورة كتير كبير إنها تقدر تفتح الطرقات، بس أنا فيني أقول عن منطقة المتن اللي نحن قاعدين فيها هون بالزعرور إنه نشتغلوا مبارح واليوم، فتحوا كل الطرقات، واليوم الصبح رشوا ملح وين ما كان. هذا الشيء اللي خلى من بعد الليلة اللي كانت كتير كتير فيها برد إنه ما يكون في جليد الصبح. وينتظر بعد موجة الثلج هذه أن تسجل المنتجعات الثلجية أرقاماً قياسية في الحجوزات والحركة. تحت السماء الزرقاء سطع بياض الثلج في مشهد اشتاق له اللبنانيون ليعيشوا فسحة أمل أهدتها لهم ويندي قبل أن تعطي دورها إلى عاصفة جديدة الأسبوع المقبل. من الزعرور غيدة جبيلي، تلفزيون مستقبل.